مساء الخير واهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان. حلقه جديده من برنامج اكسترا تايم، وبحلقه الليله رح نطرح مواضيع عديده ومتنوعه، ابرزها انه رح نستعرض نتائج مباريات اليوم من كاس الاتحاد الاسيوي. حديثنا هذا رح يكون مع محلل رؤيا الرياضي محمد حسيبه. مساء الخير محمد. مساء النور. اهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامه اول شيء. الله يسلمك. اشتقت والله، وانا اكثر اشتقت لكم. الله يخليك. غيبه طويله كانت. والله طبعا طولت علينا. يلا ما بتنعاد ان شاء الله. اذا رح نبلش حلقتنا مثل ما عودناكم دائما مع سؤال شارك، وسؤالنا لليوم كان بيقول: من يتحمل خسارة الوحدات أمام الحد اليوم؟ عندنا ثلاث خيارات: الخيار الأول اللاعبين، الخيار الثاني المدرب، والخيار الثالث الإدارة. طبعا بإمكانكم التصويت بالإجابة على هذا السؤال عبر تطبيق رؤيا سؤال شارك الخاص ببرنامج إكسترا تايم. حسيب السؤال إليك، مين بتحمل المسؤولية؟ مين بتحمل الخسارة؟ أنا بدي أضيف جواب رابع، جميع ما ذكر، إدارة والمدرب واللاعبين. يعني صراحة منظومة متكاملة. صراحة كلهم بتحملوا الخسارة، لأن الخسارة مش خسارة اليوم، خسارة هي متراكمة. نتائج والخسارة اللي إجت على الوحدات، بنحكي مش اليوم خسر هو 6-2، هو صار له 6 مباريات مش عم بفوز ولا أي مباراة، عم بتعادل وعم بخسر وعم بحقق نتائج مش مرضية لجماهيره اللي كانت تطمح أنها تتوج باللقب. أتوقع أنه خسارته اليوم أمام الحد البحريني كشفت المستور أن الفريق هذا الموسم مش جاهز أنه يحصل على لقب كأس الاتحاد الآسيوي. أعطت انطباعات كثير لجماهير الوحدات أنه الفريق أنه كانوا ينادوا فعلا أنه إحنا بحاجة للقب خارجي، ما بدنا لقب الدوري ولا لقب الكأس، بدنا لقب خارجي. ولكن أنه الشغل اللي تم البناء عليه خلال الفترة الماضية ما بين مرحلة الذهاب والإياب بداية الموسم، شغل ما كان على سوية عالية لإدارة الوحدات. صحيح انهم تعاقدوا مع مدربين ومع لاعبين، ولكن ما كان في هناك تخطيط سليم زي باقي المواسم السابقه. احنا اذا بنشوف اداره الوحدات في المواسم اللي قبل هيك كانت تشتغل احسن من هذا الموسم بكثير، وكان في هناك تخطيط وكان في هناك تعاقدات. خلينا نحكي انه نفس الدوري كان يبلش معهم من اول مباراه. نعم. الموسم هذا بالذات نفس الدوري كان مقطوع معهم من اول مباراه، بصراحه ما كان في هناك اي نيه انه نشوف انه الاداره بدها تنافس على لقب كاس الاتحاد الاسيوي، مع انهم اعلنوا في كل اجتماعاتهم انه احنا هدفنا لقب كاس الاتحاد الاسيوي. فكانت اذا كانت اول خساره ما ضربت جرس الانذار وحسنوا الموضوع، اتوقع انه لما توصل انت للمرحله الخامسه من بطوله كاس الاتحاد الاسيوي تخسر هاي الخساره ما تستغرب، لانه ما كان في هناك عمل او بناء جاد لهاي البطوله خصوصا من بدايه الموسم الكروي للوحدات. نعم. اذا اللقاء الاول انتصار عريض للفيصلي على استقلال دوشنبا الطاجكي وبرباعيه، ابقت المنافسه على الصداره حتى الجوله الاخيره. انتفض الفيصلي وعاد ضيفه استقلال دوشنبي الطاجكي خاسرا ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. فوز ثمين حققته كتيبة النسر الأزرق اليوم منحهم بطاقة العبور للدور الثاني من هذه المسابقة قبل جولة وحيدة على ختام دور المجموعات. رباعية أسكنها الفيصلي في مرمى الاستقلال جاءت بأقدام كل من ياسين البخيت ومحمد الرفاعي وخليل بن عطية هدفين، لكن شباكه اهتزت في مناسبتين خلال الشوط الثاني. وبهذا الفوز ضمن الفيصلي عبوره للدور الثاني رسميا بعد أن أصبح رصيده 11 نقطة من 5 مباريات. هذا الانتصار أعاد الروح المعنوية للفيصلي خصوصا بعد التعثرات المحلية، وهذا سيؤثر عليه بشكل إيجابي خلال اللقاء الأخير أمام البقعة في دور المحترفين يوم السبت المقبل. إذن ألف مبروك للفيصلي الانتصار اللي حققه اليوم، وإن شاء الله بيحقق انتصارات أكثر وأكثر في الأدوار الثانية. محمد، طبعاً الفيصلي حقق انتصار كبير بظروف مختلفة خلال هذا اللقاء. يعني شوف، هي كل بجوز المباراة اليوم مع استقلال دوشنبا صاحب المركز الأخير بمجموعة الفيصل المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كان في هناك ظروف صعبة فعلاً على الفيصل. خلينا نحكي ما قبل المباراة، كانت الإخفاقات في بطولة الدوري تعادله مع فريق الحسين. نحكي أيضا بجوز اليوم الجو الحار جدا كان في المباراة. المباراة أقيمت الساعة 2:30، كان في هناك خلاف قبل المباراة إنه المباراة الساعة 3:30 ولا 2:30، ولكن الاتحاد الآسيوي ثبت المباراة في الساعة 2:30. كان الخلاف إنه الفيصلي لما قدم طلب
ترحيل مبارياته البيتية للساعة 3:30 كان بس مقدم على مباراة 11-4 اللي هي مع أهل طرابلس، ما كان مقدم لجميع المباريات، كان في هناك خلل في الكتاب، فثبتوا المباراة الساعة 2:30 مما أثر على حضور الجماهير أول شيء. ثاني شيء أداء اللاعبين تحت الحرارة العالية جدا كانت أو في أرض الملعب أثرت على الفريقين، فأتوقع أنه الخروج بالنقاط الثلاث أولا اللي هي كانت تضمن التأهل للفريق كانت هي الأهم، بعدين اجت النتيجة الكبيرة. اتوقع انه فريق الطجكي بعد الثلث ساعة الثانية في الشوط الثاني من مباراة اليوم انتهى وسلم المباراة لفيصل، بعد ما انه كان حاول يرجع سجل هدف، بعدين فيصل سجل هدف، بعدين سجل هدف فريق الاستقلال دوشنبة الطجكي. ولكن من البداية الفيصل خلينا نحكي دخل المباراة اليوم بده يحسم التأهل، لأنه والدليل على ذلك أنه كانت فرص بالجملة كانت في بداية المباراة وتقدم بهدفين فريق الفيصل اليوم على استقلال دوشنبة، وأيضا كان في هناك إهدار عجيب للفرص خصوصا من قبل اللاعب ياسين بخيت اللي الحكم المراقب المباراة اليوم اختاره كأفضل لاعب في المباراة، هو اليوم حاز على هاي الجائزة كأفضل لاعب في المباراة. ولكن بشكل عام نحكي كان في هناك تريح لعدد من اللاعبين أيضا بعد ما صارت المباراة انها مضمونة بجوز نوعا ما، مش خلال يعني نحكي الشوط الاول، ولكن بعد الفترة نحكي الثلث ساعة الثانية من الشوط الثاني صارت المباراة شوي مضمونة لفريق الفيصلي، بلش المدرب راتب العوضات يريح بعض اللاعبين لانه عنده مباريات مهمة، وحتى كان في اصلا في لاعبين ما اشتركوا بالمباراة او بالكشف الاساسي للمباراة، يعني مثل رائد النواطير كان اليوم خارج الكشف، فاتوقع كان في عنده للمدرب راتب عوضات نية بتريح بعض اللاعبين انه مشان يشركهم في المراحل المقبلة من البطولة. لكن فوز اتوقع انه كان اجى بوقته للفيصلي قبل اي شيء ثاني، وحتى ايضا يريح افكاره في المجموعة انه يبقى ينافس على صدارة المجموعة. نعم، هلا بالرغم من هذا الفوز نقدر نقول انه الفيصلي دخل هذا اللقاء وهو عم بيفكر بلقاء يوم السبت امام البقعة ضمن الجولة الاخيرة من دوري المحترفين. كلامك بالتاكيد صحيح، والدليل على ذلك انه تصريح المدرب راتب عوضات قبل المباراة وبعد المباراة انه احنا عم نفكر في مباراه البقعه، يعني حكى انه قبل المباراه انه احنا بدنا الفوز عشان انه نريح الجمهور شوي ونريح اللاعبين نفسيا، وبعد المباراه في المؤتمر الصحفي حكى انه هذا الفوز هو دافع قوي لنا في مباراتنا امام البقعه، مما يعني انه الجهاز الفني قاعد عم يفكر في مباراه البقعه وبفكر مباراه الاستقلال، ولكن همه الرئيسي هي مباراه الدوري. نعم. حسابات معقده اكثر من مباراته بكاس الاتحاد الاسيوي، لانه الفيصل لو تعثر اليوم كان ممكن انه في عنده فرصه في بالجوله الاخيره امام النفط الوسط، ولكن كل التفكير وكل الضغط حتى الجماهير اليوم كانت على المدرجات كان تفكيرها في مباراة البقعة في نهاية الدوري، لأنه كان في هناك هتافات عن الدوري وعن أنه يعني بتلعب أنت بطولة آسيوية، والجمهور قاعد بيهتف أنه بينادي بلقب دوري المحترفين أنهم ياخذوا يوم السبت وأنه يكون اللقب 33 لمصلحة الفيصلي. فأتوقع أن مباراة البقعة كانت موجودة اليوم بحاضرة بقوة رغم أنه مباراة ضمن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي. نعم، إذن من لقاء اليوم رح ننتقل، والفوز العريض للفيصلي على دوشنبة، رح نشوف تقرير عن المواجهة القادمة للفيصلي أمام النفط العراقي بالتقرير التالي. بعد فوز الفيصلي في لقاء اليوم حسم مسألة صعوده إلى الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكن تنتظر الفيصلي مهمة أخرى وهي البحث عن الصدارة حين يواجه المتصدر النفط العراقي في الجولة المقبلة. الفوز وحده يضع الفيصلي في الصدارة كونه سيصل حينها إلى النقطة الرابعة عشرة تاركا النفط ثانيا برصيد 12 نقطة. الصدارة ستسهل طريق الفيصلي بالوصول إلى الأدوار النهائية من هذه المسابقة التي يحمل لقبها في نسختين سابقتين، وتأمل جماهيره بأن يعيد النسر الأزرق هذه الكأس إلى خزائنه من جديد، كونه سيلعب دور 16 من لقاء واحد يقام على أرضه وبين جماهيره. طرابلس اللبناني ودوشنبة الطاجكي فقدوا فرصة الصعود رسميا كون الأول يملك 4 نقاط فقط والأخير بجعبته نقطة يتيمة. إذن محمد، الفيصلي والنفط تمكنوا من حسم التأهل للدور التالي، لكن هدف كلا الفريقين في المرحلة المقبلة هو صدارة المجموعة. يعني هي بالتأكيد صدارة المجموعة خصوصا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مهمة لأي فريق بده يلعب مباراة مريحة في الدور 16، وخصوصا أنه نظام بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ينص على أنه الفرق المتصدرة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي تلعب مباراتها داخل أرضها،
يعني راح تكون مباراه واحده مش زي باقي الادوار ذهاب واياب. هاي المباراه مش عارف يعني النظام فعلا غريب انه دور 16 يعني بطريقه غريبه او طريقه شاذه عن باقي الادوار انه هو بيلعب مباراه واحده على ارض المتصدر المجموعات من ثم تعود دور الثمانيه ودور الاربعه ذهاب واياب. فاتوقع انه هاي هذا النظام اول شيء في غياب من مبدا تكافؤ العداله ما بين الفرق، لانه انا من حقي تاهلت للدور الثاني زي ما لعبت بدور المجموعات على ارضي وعلى ارض الفريق المنافس، اني العب على ارضي والعب خارج ارضي ايضا في هذا الدور. فاتوقع انه نحن بنطلع الان المباراه الجاي راح تكون بين الفيصلي والنفط الوسط العراقي، راح تكون مباراه صعبه على الفيصلي اتوقع انه هاي المباراه، وخصوصا انها ستقام في العاصمه الايرانيه طهران، راح تكون مباراه خارج الديار، راح تكون مباراه يعني باجواء حاره، وخصوصا انه كان اليوم مدرب راتب العوضات بيحكي انه في الفتره اللي راح نلعب فيها المباراه بتعرف انه فيها راح تكون حراره مرتفعه والرطوبه عاليه موجوده في طهران مما راح تشكل صعوبه. وراح يقول انه حكى ايضا انه المباراه هاي بالذات اللي هي مباراه نفط الوسط راح يكون نتيجه الدوري اللي سواء فازوا باللقب او ما فازوا باللقب راح تاثر على صحيح. مستوى اداء الفريق، وخصوصا انه هو بيحاول يجهز لاعبين، وايضا انه عنده مشكله اخرى اللي هي راح تواجهه في مباراه نفط الوسط انها راح تيجي بعد انتهاء الموسم. نعم. مما يعني انه في هناك عدد من اللاعبين راح تنتهي عقودهم، هل سيلعبوا في مباراه نفط الوسط ام لن يلعبوا في مباراه نفط الوسط؟ ففي هناك بعض الامور ممكن انه حلها الفيصلي خلال الوقت الحالي قبل هذه المواجهه المرتقبه ما بين الفيصلي ونفط الوسط. نعم اكيد نحن بنتمنى للفيصلي انه يحقق انتصار عريض اخر في مواجهته المقبله وانه هو يكون متصدر هاي المجموعه. هلا رح نستعرض النسب الاوليه لسؤال شارك، وسؤالنا كان بيقول من يتحمل خساره الوحدات امام الحد اليوم؟ الخيار الاول اللاعبين بنسبه 22%، المدرب 56%، والاداره 22%. حسيبة تعليق سريع على النسب، يعني احنا عندنا اللاعبين والاداره يمكن الجماهير عم تحملهم نفس المسؤوليه، لكن بيحملوا المدرب الجزء الاكبر من هاي يعني المسؤوليه. متاكد المدرب بده يتحمل جزء، لانه جزء كبير كثير، لانه النتائج مش عم بتكون لمصلحه الفريق. نعم. وخصوصا مش نتيجه واحده، هي اكثر من سلسله نتائج، فما في هناك تطوير على الاداء، ما في هناك تطوير على النتائج. نعم. اذا رح نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل معكم فقرات اكسترا تايم، خليكم معنا. مساء الخير من جديد، مكملين معاكم فقراتنا ومواضيعنا لليلة ومستمرين بالحديث عن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي. رح ننتقل للقاء الثاني اللي صار اليوم، الوحدات وخسارة موجعة بسداسية من الحد البحريني، وهل خسارة أشعلت الغضب الجماهيري على الفريق؟ نصف دزينة، هذه حصيلة أهداف الحد البحريني في شباك الوحدات ضمن اللقاء الذي يقيم بينهما في المنامة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي. ليست نكتة كما يطلق عليها في العامية، بل نتيجة مباراة اليوم التي جمعت حامل لقب الدوري الأردني مع الحد الذي يتذيل ترتيب المجموعة ولم يكن يملك في جعبته قبل هذا اللقاء إلا نقطة يتيمة. الوحدات غرق ولم يجد منقذا له، فتلقى الهدف تلو الآخر حتى اهتزت شباكه في ست مناسبات، ولم يشفع هدفي عبد الله ذيب وتوريس سوى أن يخففا من وطأة النتيجة، لكن لم يمحيا من مخيلة جماهيرهم الستة أهداف التي دخلت بكل يسر وسهولة. خسارة أزمت من وضع الوحدات وجعلته مطالبا بالفوز على العهد متصدر الترتيب في لقائه المقبل، على أن ينتظر تعثرا لآلتن التركمانستاني إذا ما أرادوا الوصول بعيدا في هذه المسابقة. إذا محمد، اللقاء الآخر لفريق الوحدات ممثل الكرة الأردنية الآخر، خسارة قاسية أمام الحد البحريني، أكيد هاي الخسارة أدت لإثارة غضب الجماهير، بالإضافة يعني مش بس خسارة وكمان الأداء بالمباراة لم يكن أداء جيد. يعني شوف سميح، بشوف النتيجة 6 أهداف تلقاها شباك الوحدات، توقع هي بتلخص لك واقع الوحدات كامل خلال الشهرين الماضيات. الخسارة اليوم كانت موجعة زي ما ذكرنا على الفريق وعلى الجماهير، كانت صدمة أيضا للشارع الرياضي الأردني.
كانوا بتوقعوا انه الاسبوع الاخير من دوري المحترفين يكون اسبوع استفاقه لكل الفرق المقدمه، ولكن اليوم الخساره كانت بتاكد انه الوحدات اصبح في مهب الريح، اصبح نتائجه صعبه جدا، موسم للنسيان، طلع من المولد بلا حمص، يعني مرشح الان يطلع من المولد الدوري ايضا ما ياخذ لقب الدوري، لاول مره الوحدات منذ سنوات طويله عم بخرج من الموسم بدون اي القاب، فاتوقع انه هاي الخساره كانت ايضا يعني القشه اللي تقسم ظهر البعير، يجب ان يتبعها تصرفات ورد فعل من اداره الوحدات كبيره. الان نحكي انه الكل كانت بيستنوا مباراه السبت، ولكن لا، اليوم مباراه اليوم يعني سبقت على الموضوع، اعطت قبل بايام انه الوحدات في خطر، الوحدات بيعاني كثير، الخساره اتوقع انها غير مبرره، انت بتلعب مع فريق مش متاهل للدور الثاني، بتلعب مع فريق لو خسرت 1-0 2-1 يعني الجمهور بيشاور حاله انه والله الخساره ممكن تكون ايش مقنعه مش مقنعه، يحمل مسؤوليه، ولكن 6 اهداف اتوقع النتيجه هاي بتعطيك مؤشر انه خط دفاع الوحدات تايه بدون ما تحلي بدون ما تحضر مباراه، خط الدفاع تايه، غياب عامر شفيع مؤثر كثير، ما في حارس بديل في نادي الوحدات، ايضا ما في هناك مهاجم، لانه انت لما يتسجل فيك 6 اهداف ومش عم تعوض، يعني لو 6-4 6-5 تحكي انه في خطه هجوميه، ولكن ما في خطه هجوميه، الجماهير في كل مباراه من مباريات الوحدات في الدوري حذرت من الاداء اللي بيلعبه رائد عساف لفريق الوحدات، حذرت من التبديلات، حذرت من التشكيله الاساسيه، في هناك اعتراضات كثير على التشكيله الاساسيه وعلى البدلاء اللي بيشتركوا في ارض الملعب، يعني اليوم اضطر يلعب توريس اساسي وسجل هدف ولكنه اللاعب مصاب، الهداف البرازيلي معروف، واللاعب الثاني اللي جاب الهدف اللي هو عبد الله ذيب اللي هو افضل لاعب بالفريق في المباريات الماضيه، اما باقي اللاعبين عم نشوفهم اشبه لاعبين مع فريق الوحدات حتى في بطوله الدوري، اتوقع حتى انه كان رده فعل الاداره ما كانت رده فعلها بالنتائج السلبيه اللي تحققت في الفتره الماضيه ما كانت رده فعلها قويه انها تعد الفريق لهي المباراه المهمه والمصيريه لفريق الوحدات، فيجب يكون في هناك زي ما كان صار في فعل يكون في هناك رده فعل. الجماهير حاسه انه اللقب الاسيوي هذا الموسم انتهى بعد هاي الخساره، مش ممكن الفريق الان يرجع يصحى من اول وجديد، وخصوصا انه عنده مباراه مهمه في دوري المحترفين. اتوقع ما حصل اليوم يجب انه يفتح نحكي جرده حساب كامله، المدرب يجب انه يكون في عنده ايضا جرده حساب، يجب يكون في هناك في تعديلات، دائما التعديلات الطارئه اللي بتيجي الان بالفتره الحاليه هي بتكون مفيده للفريق، نحكي مع انه ضايل المباراه بس واحده للوحدات خلال هذا الموسم، ولكن في بعدها مباراه مهمه ايضا في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي هي بتحدد مصيره، اما انه يكمل المشوار او من غادر البطوله. ما عمرنا تعودنا ان الوحدات ياكل 6 اهداف، ولكن اليوم لما خسر ب6 اهداف بجزء فتحت شهيه كل المنتقدين انهم ينتقدوا الوحدات وينتقدوا العمل اللي كان خلال السنه، دائما اداره الوحدات تحكوا استنونا حتى نهايه الموسم، هاي الخساره اجت مع نهايه الموسم، فاتوقع انه يجب يكون في هناك حساب لكل من انه اشتغل وما انجز خلال هذا الموسم، في هناك بعض الاشخاص اشتغلوا في اداره الوحدات ولكن خساره يجب عدم التوقف عندها، الجمهور اللي حضر لمباراه الوحدات والرمثه كان بيتامل التتويج، هلا هو طلع غضبان وبتحسر على النتيجه، ولكن هم تاملوا الان في المرحله الحاليه في مباراه الحد انه يكون في هناك تعويض، ولكن اللاعبين من جديد والجهاز الفني خذلوا الجمهور اللي تابعوا الفريق واللي سافروا مع الفريق على البحرين حتى انهم يعوضوهم الخساره اللي تلقوها خلال الفترات الماضيه والتعادل مع الرمثه. نعم، ذكرت خلال حديثك محمد انه الوحدات بانتظار مباراه مهمه في دوري المحترفين امام الجزيره يوم السبت، لكن بوجود هاي الخساره الاداء السيء والضغط الجماهيري، كيف الوحدات راح يخوض هذا اللقاء؟ هلا شوف، هلا هي كانوا الجماهير دائما يحكوا انه هذا الدوري العجائب، بس هم تاملوا انه مباراه الرمثه انه ما دام فيها تتويج على اللقب انه الوحدات يفوز وياخذ اللقب، انه يكون عندهم الحافز المعنوي والدافع المعنوي اكبر من فريق الرمثه، انه احنا بدنا ننافس على لقب الدوري، انه هاي المباراه بتحسم الامور، ولكن بعد خساره اليوم صار الجمهور كله اللي بتابع مواقع التواصل الاجتماعي بقول لك انه الوحدات راح يخسر الدوري، ما في مجال، انه حتى مع انه فرصته اقوى من الفيصل واقوى من الاهلي، نقطه التعادل يعني بجزء ممكن تحسم له لقب الدوري او تلعب مباراه فاصله، تخيل الوحدات بيلعبوا اكثر من فرصه، الخساره ممكن تفقد لقب الدوري، فكل الجمهور الان هم بيحكوا لك بقول لك انه الفريق ما عم بيقدم، ما في هناك روح لدى اللاعبين، ما في هناك رده فعل لدى الاداره، مش مقتنعين بالجهاز الفني صراحه، فريق الوحدات مش مقتنعين بالجهاز، جمهور فريق الوحدات مش مقتنعين بالجهاز الفني، ففي هناك حاله من التشاؤم غريبه قاعده بتصير جمهور الوحدات انه ممكن نفقد لقب الدوري، عم بتلقوا الخسائر تلو الخسائر يعني تلو الاخرى الواحده تلو الاخرى، فهم متوقعين انه مباراه يوم السبت مع الجزيره انه يكون في هناك ايضا مفاجاه اخرى من فريق
انهم لانهم حضر الجمهور 15000 متفرج لما يحضر مباراه الوحدات والرمثه واللاعبين ما يقدموا اداء، اذا اللاعب ما بده يخرج كل جواته مشان هاي الجماهير اللي قاعد على المدرجات، فاتوقع انه ما راح تفرق معاه انه اذا خسر يوم السبت مباراه الدوري او ما خسرها او فاز بالدوري، ما راح تكون فرحته زي فرحه اللي اجوا يحضروا مباريات على المدرجات. بما انك ذكرت الجماهير حسيبه، خلونا نشوف هالتقرير عن الجماهير وحلمها بفوز الوحدات بلقب كاس الاتحاد الاسيوي اللي بدا يتبخر. ما تزال جماهير الوحدات تمني النفس بلقب خارجي يروي عطشها بعد صبر طويل لتمثيل خارجي مشرف يعكس الصورة التي رسمها الفريق محلياً في السنوات الأخيرة. خسارة اليوم الموجعة أمام الحد قد تجعل الحلم يتبخر بعد أن أصبحت مهمته صعبة، إذ يحتاج للفوز على العهد اللبناني المتصدر وينتظر تعثر ألتين التركمانستاني. الوحدات شارك في العديد من النسخ لهذه البطولة، ولكنه لم يتمكن من الوصول أبعد من دور الأربعة، مما وضع هناك غصة لدى جماهير الوحدات العريضة. أسباب كثيرة تدور في أذهان الشارع الرياضي اليوم عن سبب إخفاق الوحدات خارجياً، ولعل السبب يعود لعدم التخطيط السليم وجلب المحترفين القادرين على إحداث الفارق حتى يتمكن من المضي قدماً في هذه المسابقة. يعني محمد، الجماهير مثل ما شفنا بالتقرير كل موسم بتنادي وتطالب بلقب خارجي، لكن حتى الآن هذا حلم الجماهيري لم يتحقق. يعني بجوز الحسنة الوحيدة اللي صارت اليوم أنه المباراة ما كانت بعمان. يعني بصراحة لو كانت مباراة بعمان والوحدات لقى 6 أهداف وكانت هاي الجماهير على المدرجات، أتوقع المشهد راح يكون قاسي أكثر. هاي الجماهير ما بتستاهل، جماهير الوحدات، جماهير الكرة الأردنية اللي بتأزر فرقها ما بتستاهل هاي الخسائر، ما بتستاهل هذا الأداء، ما بتستاهل هاي الطريقة بالتفكير نحكي الكروي. نعم. إنه الفرق تكون بهاي المرحلة للترهل. دائما بجوز زميلنا عود الدولة لما يكون موجود ببرنامج إكسترا تايم بيحكي ماذا لو شاركت الفرق الأردنية بدوري أبطال آسيا، وأنا برجع بكرر بشد على إيده، ماذا لو شاركنا بدوري أبطال آسيا؟ إحنا مع فرق قاعدة بنخسر وبنتلقى خسائر وعم نواجه صعوبة بالتأهل للدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي اللي هي تصنف في المستوى الثاني على مستوى القارة، وبعدم مشاركة الفرق الكويتية. يعني إحنا كنا دائما عقدتنا دائما الفرق الكويتية لما تشارك، لكن بسبب الحرمان هذا السنة ما عم بتشارك، فمن بالك إحنا الآن عم نخسر من الفرق الصف الثالث وعم نخسر من فرق الصف الرابع في القارة الآسيوية. في عندنا مشكلة، هاي الجماهير حرام انها تكون بهذا الشكل. صحيح. بجوز الاحترافية والأداء الجميل والروح موجودة لدى الجماهير اكثر من فرق والإدارات انديتنا في هاي المرحلة بالذات. اتوقع انه جماهير الوحدات تستاهل عطاء اكثر من اللاعبين، تستاهل حالة نحكي جردة حساب مرة اخرى من اللاعبين والإدارة والمدرب والآخره، بتستاهل لقب. جماهير الوحدات تستاهل لقب خارجي. بجوز لوحات التيفو اللي شفناها هاي عبر التقرير نتاج جهد وعمل، بجوز التفكير باللقب لدى الجمهور اكثر ما هو موجود لدى اللاعبين بالمرحله الحاليه. خساره لا تغتفر لدى الجمهور ولا لدى وسائل الاعلام، ستبقى مسجله في التاريخ، 6 أهداف مقابل هدفين لمصلحة الحد البحريني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. أتوقع أنها نتيجة قاسية على الفريق، نتيجة قاسية على الجماهير، ولكن نتمنى أنه اللاعب الأردني يقدر كيف محبة الجمهور له، هو بحبه لشخصه، بحبه لناديه، وبحبه كلعبه، ولكن لما أنت كلاعب تقصر وما تأدي داخل الملعب أتوقع في هناك مشاكل. بالنهاية هي مباراة كرة قدم، ولكن هي بالنهاية بالأردن هي حالة حب ما بين الجمهور، ما بين اللاعبين، وما بين الأندية، فيجب يكون في هناك تقدير للعمل الجماهيري، انه اللاعب يعطي. اذا ما اللاعب ما بتتاثر بالجمهور، بايش بده يتاثر؟ نعم، يعني الجمهور هو اساس يعني الدعم والروح المعنويه. خلينا نحكي الوحدات بالذات بشكل 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 خاص هذا الموسم، عنده استقرار مالي وعنده استقرار اداري وعنده استقرار فني، فاللاعب مهيئ له كل شيء بالنسبه بالمرحله الحاليه. اذا ما بده يتاثر بالجمهور، ما بده يحس بالجمهور، بايش بده يتاثر؟ صحيح. هل في هناك شيء ثاني؟ فبتوقع انه
مشكله كبيره اللي قاعد بيصير بالفريق. نعم ان شاء الله احنا بنتمنى انه حلم الجماهير يتحقق في يوم من الايام. رح نطلع هلا من بطوله كاس الاتحاد الاسيوي ونروح لفقرتنا الاسبوعيه اساطير، ونجمنا لليوم ديفيد بيكهام. أسطورتنا لليلة هو النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام. بيكهام بدأ مسيرته الاحترافية مع الكرة بسنة 95 مع مانشستر يونايتد تحت تدريب الأسطورة الاسكتلندي أليكس فيرغسون، وقدم معه مواسم رائعة حقق فيها 6 بطولات دوري محلي بجانب كأس إنجلترا مرتين وكأس السوبر مرة وحيدة. وعلى الصعيد القاري فاز بدوري أبطال أوروبا سنة 1999. وبعد هاي الإنجازات قرر بيكهام إنهاء مسيرته مع الشياطين الحمر لينتقل لريال مدريد الإسباني بال2003 مقابل 35 مليون يورو مع كوكبين من النجوم أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيغو. وبعدها رحل بيكهام لنادي لوس أنجلوس، ومنه معار لميلان الإيطالي في مسيرة ما استمرت طويلاً بعد إصابته بقطع في أحد الأوتار ليتعافى ويرجع بعدها للنادي الأمريكي، وينتقل بعدها لباريس سان جيرمان ويفوز معه بلقب الدوري المحلي لتكون لقطة النهاية السعيدة في مسيرة استمرت لأكثر من عقدين من الزمن. محمد، انت منتخبك المفضل انجلترا ولاعبي المفضل بيكهام. ولاعبك المفضل كمان طبعا ديفيد بيكهام من اللاعبين اللي بعشقهم كثير مانشستر يونايتد. بالتاكيد بجوز اللي شاف الصور واللقطات الاهداف اللي سجلها لاعب ديفيد بيكهام، بجوز هو من اللاعبين كمان اللي كسروا القاعده انه مش لازم دائما الكره تكون لعبه الفقراء، يعني لاعب كان بجوز وضعه المال اللي كان شوي هاد وتمكن من انه يكون من ضمن النجوم ومن ضمن النخبة، وأيضا عم نشوف ناجح هو ما بعد اعتزال كرة القدم. فأنا كنت بتمنى ديفيد بيكهام ما يعتزلش بالمرة، الأسطورة الوسيم هو طبعا يظل يلعب للستين للسبعين، يعني لاعب بالنسبة لي يعني حتى آخر سنة له لما لعب مع منتخب إنجلترا ضربته المباشرة هي اللي أهلت منتخب إنجلترا لنهايات كأس العالم، يعني له مكانة خاصة كمان عندك مش بس مفضل. التيشيرتات كثير عندي رقم 7 بالذات، يعني ونستبشر فيه الرقم مع رونالدو هلا. مع رونالدو هلا هذا يعني بعد الفاصل احنا رح نحكي فيه رونالدو ان شاء الله. إذا رح نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا لليلة، خليكم معنا. إذا رجعنا لكم من جديد ورح نرجع هلأ بمباراة دوري أبطال أوروبا اللي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. المباراة لسه ما خلصت طبعا، بس هي لهلأ 0-0، واللي سمعته أنه رونالدو ما لعب بسبب الإصابة، وكمان بيقولوا أنه المباراة يعني شوي مش مثل المستوى المعتاد، ورونالدو يمكن ما يلعب بمباراة الإياب. يعني بدك تحكي أكثر من شغلة، بدك تحكي في الليلة الظلماء افتقدوا البدر، وريال مدريد بدون رونالدو زي الشاي بدون سكر. ومباراة مملة طبعا تطلع بغيابه رونالدو، يعني بدك هيك تكون. وأتوقع أنه فريق مانشستر سيتي أصلا هو من الفرق اللي تلعب بأسلوب يعني غير عن الفرق الإنجليزية شوي، هيك ما بتحسهاش أنه قوة مش حيوية ونشاط زي الباقي الفرق، وخصوصا بيلعب قدام ريال مدريد. فما اتوقعش انه يعني بجوز احنا ما تابعناش احداث المباراة، ولكن النتيجة والمعطيات اللي بتحكيها وفيش رونالدو كمان، وهي عم بيقولوا لي انه المباراة خلصت 0-0، يعني 0-0. اتوقع مباراة الاياب بجوز النكهة تكون انها بمدريد وبالبرنابيو، ويكون في هناك اجواء احلى، بكون رونالدو بكون قاعد على المنصة كمان يعني، وان شاء الله كمان رح يفوزوا حتى لو رونالدو ما لعب معاهم. احنا اكيد بنتمنى انه يكون موجود، بس بسبب الإصابة هو لازم يلعب، يعني إذا ما بيلعبش يعني بجوز تخف شوية متابعة المباراة ريال مدريد. بس لا، هو بالنهاية من فريقين كبار ريال مدريد ومانشستر سيتي، ولكن
بجوز القلب مع مدريد والتشجيع مع مدريد بهاي المباراه. بدنا اياه يوصل، واكيد بدنا اياه يوصل، بدنا يوصل فريق جماهيري للفاينل يعني، دائما هيك عشان بتكون احلى. لما نشوف بدناش يعني، لانه في على الطرف الثاني بجوز شوي فريقين من بسموهم فريقين الشادين هدول، اتلتيكو بايرن وبايرن. احنا هلا رح نروح لنحكي عن هذا، فبدنا فريق معهم جماهيري يكون جماهيري ريال مدريد عشان تكون المباراه اقوى واقوى. احنا هلا رح نروح نشوف تقرير عن المباراه الثانيه بذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد. بنشوف هذا التقرير. لقاء اخر ينتظره عشاق كره القدم الاوروبيه بين العملاق الألماني بايرن ميونخ ومضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات الدوري نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أصحاب الأرض سيحاولون إزاحة عملاق آخر من طريقهم بعد أن أسقطوا برشلونة حامل اللقب من دور الثمانية. سيميوني سيعتمد على قوة رجاله في الالتحامات البدنية وينتظر أداء مميزا من قائد دفاعاته جودين ونجمي الفريق الفرنسي غريزمان والبلجيكي كاراسكو. من جهة أخرى سيحاول غوارديولا تحقيق اللقب المنتظر من الجماهير الألمانية قبيل الرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. المدرب الإسباني يعرف جيدا نقاط القوة والضعف في منافسه المدريدي. غوارديولا سيعتمد على ماكينة الأهداف البولندية ليفاندوفسكي والألماني مولر والمحارب تشيلي فيدال لضرب دفاعات الفريق الإسباني، فيما سيقف بواتينغ وفيليب لام حاجزا بين الهجمات المدريدية ومرمى نوير. التاريخ يرجح كفة بايرن ميونخ، لكن ما شاهدناه في السنوات الأخيرة يؤكد بأن كرة القدم تعطي من يعطيها. أتلتيكو وبايرن، أنا مع بايرن. إحنا بدنا تقرير عن مدريد، بدنا عن أتلتيكو. أنت مين بتشجع فيهم أو مين متوقع إنه يفوز فيهم؟ المشكلة حتى لو بايرن يعني، ما هو مدربه غوارديولا كان مدرب برشلونة، فيعني اثنين بجوز بالنسبة لي ما بديش أحضر هالمباراة يعني، لا تطاق بالنسبة لي، ولكن بتضلها يعني مباراة بجوز مع بايرن أهون شوي، لأنه مغلبين أتلتيكو بالدوري كتير، بضلهم كأنهم أهم غريمهم ريال مدريد، بسكروا ال 11 على الجول الله وكيلك. طب بتحس الأفضلية لمين؟ يمكن هلأ أنا برأيي الأفضلية لأتلتيكو مش أفضلية عالية، بس يمكن روح معنوية عالية رح يفوتوا بحكم نتائجهم وترتيبهم ونقاطهم بدوري الإسباني. هلأ أهم أتلتيكو عندهم ميزة اللي هي الطريقة الدفاعية اللي بيلعبوا فيها، هاي اللي هي بتشوش باقي الفرق اللي بتلعب كرة قدم يعني. هلأ دائما أتلتيكو بجوز بتميز أنه لما يلعب عنده خطط هي تكتيكية وعنده خطط هجومية، ولكن طريقته الرئيسية هي الطريقة الدفاعية. دائما هاي الطريقة الدفاعية بتشوش أي فريق بيلعب كرة قدم، حتى أنه برشلونة بتغلب مع أتلتيكو وريال مدريد بتغلب، والبايرن بتغلب مع أتلتيكو مدريد، لأنه ما بيعرف كيف بده يلعب مع هذا الفريق، كيف بده يخترق هاي المنافذ، لأنه بكون مسكر على طريقة الزون هي المنطقة الدفاعية، بيعتمد أغلب إشي على الهجمات المرتدة والقوة واللياقة البدنية إنه في إنه يسجل أهداف. فلما يكون فريق دائما بيشتغل نص ساعة ساعة وبيحاول إنه يخترق هاي وبالآخر أتلتيكو يجيب هدف، فبتوقع إنه أول إشي بدمره من الحالة النفسية والمعنوية للفريق الآخر بعد كل هذا الجهد، وبعطي حالة معنوية للفريق أتلتيكو مدريد، وخصوصا المباراة أيضا راح تكون بكرة على أرض أتلتيكو مدريد، أيضا هذا عامل يعني إيجابي إضافي. وعندهم مدرب بصراحة أنا أحكي لك شغلة يعني، الميزة الرئيسية فيه اللي هو أنه بيقدر يحمس اللاعبين بطريقة رهيبة يعني، طريقة عجيبة، حتى لو كان فريق خسران ما بنشوف إلا الفريق مثلا رجع بالنتيجة، رجع بالأداء، بنشوفه بصرخ على الخط، بعطي حالة يعني بنحكي، وفي كمان في عقدة غوارديولا وسيميوني، بعطي حالة من الهستيريا على حتى اللي بتفرجوا على نحكي على المباراة، بشوفوا سيميوني بشوف الجمهور بتفاعلوا معاه، وانه حالة هستيرية على الفاول على الاوت، بالمقابل انه عندك مدرب بيب غوارديولا هذه بحاول يتكتك داخل الملعب، ففي هناك اتوقع انه هذا باخذ افضليه مع الجمهور مع نحكي الاكشن كره القدم، يمكن بعطي حماس زياده، ما هو بعطي حماس للاعبين. بحكي لك هي ميزته انه عنده طريقه انه يبث الحماس باللاعبين بطريقه، وحتى عم نشوف انه لاعبينه لما يسجلوا الاهداف بيحتفلوا بطريقه جنونيه. بس بالاخر انت بتتمنى تشوف عن نهائي اتلتيكو وريال، يا ريت اتلتيكو وريال
طبعا بس كنت انا حاب الاول انها تكون ريال مدريد وبرشلونه. انا كنت حاب نصف النهائي ريال مدريد، هذا الخيار الثاني كان انه نشوف مباراتين كلاسيكو في نفس الاسبوع ما بين برشلونه وريال مدريد، ولكن هلا الخيارات صارت عندك محدوده، اربع فرق بس ان شاء الله الريال ما يروحوا يعني من دور نصف النهائي. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله بيكملوا بيفوزوا كمان ياخذوا اللقب. المباراه النهائيه يلعب مع اتلتيكو، اتوقع انك تلعب مع فريق عندنا هون بالاردن بنتابع الدوري الاسباني كثير، انك تحضر اتلتيكو وريال مدريد احلى ما انك تحضر مثلا اتلتيكو وبايرن ميونخ، كون انه الدوري الالماني شوي انه مش متابع، ولكن فريق بايرن ميونخ فريق قوي وفريق صحيح عنيد ويحترم، ولكن احنا كنوع من الحماس ريال واتلتيكو، ريال واتلتيكو ان شاء الله بيفوز ريال كمان، بنخلي مدريد هي بالنهايه في مدريد راح يفوز في مدريد بالموضوع، بس ريال واتلتيكو راح اكيد. اذا من دوري ابطال اوروبا بنرجع محليا، وتوقيع اتفاقيه بين المناصير واللجنه المنظمه لكاس العالم للشابات، بنشوف هالتقرير عن الموضوع. شراكة جديدة جمعت بين اللجنة المنظمة لكأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً وشركة المناصير لتصبح المناصير أول داعم وطني للحدث الأبرز في تاريخ الرياضة الأردنية. إحنا مجموعة المناصير دائماً نرعى كل فعاليات الرياضية، ونرعى دائماً الاتحاد الأردني، ورعينا البطولات الاتحاد الأردني في السابق، والآن إحنا نكمل هذه الشراكة بدعمهم لكأس العالم للسيدات تحت سن 17 عام. ووقعت اتفاقية الدعم بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير المهندس زياد المناصير. نحن نعمل من عامين على تهيئة البنية التحتية للإيفاء بمتطلبات الاتحاد الدولي. هي صحيح بطولة نسوية وتحت سن 17، ولكن المتطلبات هي نفسها لأي بطولة كأس العالم، وبالتالي لابد أن يكون هناك رعاة لهذه البطولة، وتوجهنا لمعظم الشركات الأردنية، وأول من تجاوب معنا هي شركة زياد المناصير. تم توقيع اتفاقية رعاية مع شركة مجموعة المناصير، نحن نعتبرها أكثر من رعاية، شركة المناصير شريك لإنجاح استضافة بطولة كأس العالم للسيدات يلي هو الحدث الرياضي الأبرز رح تستضيفه الأردن هذا العام. وقدرت قيمة الدعم بربع مليون دينار، وهو مخصص لدعم البنية التحتية للمنشآت الرياضية، تلك المنشآت التي سيستفيد منها اتحاد كرة القدم الأردنية لخمسة عشر عاماً على أقل تقدير. يعني محمد، الحدث الأبرز خلال هاي السنة يمكن هو إقامة كأس العالم للشابات بالأردن، وأكيد هو حدث كتير مهم، وأكيد عم بيشتغلوا عليه صار لهم فترة كتير طويلة، فهاي الاتفاقية الشراكة أكيد موضوع مهم وأكيد إشي أساسي لازم يكون موجود، شو رأيك فيه؟ يعني شوف، إذا بتحكي عن اتفاقية الآن دعم البطولة، ونحكي بجزء الإشي الحلو أنه دعم مبلغ مالي، لأنه نعم. إحنا الآن بالأشهر الأخيرة من قبل استضافة البطولة، فأتوقع أنه كانت الأمور اللي نحكي الدعم بطريقة أخرى كانت مفروض تكون بأول لها، ولكن الآن بجوز شركة المناصير ارتأت أنها تكون في هناك دعم مالي. الآن اللجنة هي بمس الحاجة للدعم المالي بالفترة الحالية، بجوز عم نشوف أيضا اهتمام سمو الأمير علي الآن بموضوع بما يخص تنظيم كأس العالم والترتيبات النهائية. يعني هذه توقيع الاتفاقية سبقها كان في هناك زيارة للجنة للمجلس على الشباب لأمانة عمان، تفقد الملاعب إلى آخره، فأتوقع الآن الاتفاقية راح تلبي الاحتياجات اللي طلعت من زيارة سمو الأمير علي لمرافق لجنة كأس العالم، وأيضا ماذا يحتاج الآن المشروع قبل يعني تسليم المشاريع إلى الفيفا، لأنه الآن إحنا زي ما بنعرف وفد الفيفا موجود بالأردن حتى أنه يتفقد الملاعب. فأتوقع أنه بجوز الكل بيحكي عن أنه مناصير أيضا دعموا كأس العالم للسيدات، وهم داعمين نعم. بطولات الاتحاد الأردني، فأتوقع أنه هاي رسالة للشركات الخاصة أنه يكون في هناك الآن تقدير لحجم البطولات اللي ممكن تكون بالأردن بالفترة المقبلة، فمبادرة تشكر عليها شركات المناصير على الآن صحيح. دعم الرياضة الأردنية، وأيضا نحكي بالفترة المقبلة عم نسمع الآن أنه الأردن ممكن يستضيف كأس العالم للسيد كأس آسيا عفوا للسيدات ب 2018 وكأس آسيا للرجال ب 2023، فأتوقع أنه هاي المبادرة يجب أنه أيضا الشركات تتوجه للرياضة ودعم الرياضة، لأن الرياضة صحيح. بحاجة إلى دعم مالي، ولكن بتوجيهها بالشكل الصحيح. عم نشوف الآن
توجه الدعم لكأس العالم للشباب بالتوقيت المناسب. فأتوقع أنه هذه الاتفاقية مفيدة للكرة الأردنية وللجنة كأس العالم للسيدات. يمكن كمان تفتح أبواب كتير. المفروض أنها تكون الرسالة وصلت يعني لباقي القطاع الخاص أنه يدعموا الرياضة ويدعموا المشاريع اللي خصوصا لما تكون بطولات عالمية موجودة في الأردن. يجب أنه يكون في هناك الإيد كلها تلتف حول هذا المشروع. نعم يعطيهم ألف عافية. طبعا اللجنة المنظمة لكأس العالم للشابات عم بتعبوا كتير بالتنظيم لهاي البطولة، وإن شاء الله رح نشوف حدث بارز ومهم وكتير حلو، وإن شاء الله كمان منحقق فيه إنجاز كتير كبير. رح ننتقل هلأ لموضوع غريب شوي. كارثة كروية صارت قبل 30 سنة، لكن بعد هالثلاثين سنة هدول طلع قرار أو حكم في هاي القضية اللي كتير يعني كان موضوع كتير صعب كتير مؤثر وكتير كارثي. ملعب هيلزبرا صارت فيه هاي الكارثة. خلونا نشوف تقرير نعرف فيه القصة ومنرجع نعلق على الموضوع. بعد 27 عاماً أقرت هيئة محلفين بريطانية اليوم الثلاثاء بأن الخطأ والسهو من جانب الشرطة ساهما بمقتل 96 مشجعاً لكرة القدم بشكل غير مشروع، وذلك بسبب التدافع في كارثة استاد هيلزبرا الشهيرة التي وقعت عام 1989. ووقعت كارثة استاد هيلزبرا بمدينة شيفيلد خلال مباراة فريقي ليفربول ونوتنغهام فورست في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. واتفق أعضاء الهيئة على أن سقوط القتلى جاء بسبب التدافع، وذلك إثر السماح بدخول أعداد كبيرة من المشجعين إلى الاستاد من خلال البوابات المخصصة للخروج. وأيدت الهيئة ما تردد عن وجود أخطاء وسهو في خطط الشرطة واستراتيجية تأمينها للمباراة وكذلك عمل القادة من الضباط، وهو ما تسبب أو ساهم في الأحداث التي أودت بحياة الضحايا. يعني محمد 30 سنة مرت على هاي الكارثة اللي صارت واللي راح ضحيتها يمكن 96 بني آدم قتلوا، وكانوا مفكرين إنه اللي صار بسبب شغب الجماهير وتدافع. هلأ هو صار في تدافع أكيد، لكن كانوا هم مفكرين إنه صار في شغب بين الجماهير هو اللي أدى لمقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص. يعني أول شيء شوفي، حادثة كانت مؤلمة، ولكن بجوز مرات بتنتقد الإنجليز بطريقة تفكيرهم في بعض القضايا. يعني 30 سنة تحقق بموضوع ملعب أو قتلة فترة طويلة جدا طويلة. يعني زي اللي بعد 30 سنة ضلوا يتيم وقالوا بعدين أبوك عايش، يعني أو العكس أبوه عايش وقالوا هذا مش أبوك. يعني هاي المنطق. يعني الآن بتحكي عن انه تحميلها لرجال الشرطة، طب هدول من 89 ماتوا صحيح اغلبهم او الى اخره. يعني شو الفائده من وشو السبب انها ظلت 30 سنه؟ هلا هي لا قضيه انها مشكله ما بين طرفين او تنازع او الى اخره، هلا هي قضيه صار انهيار بالملعب وصار في هناك تدافع وصار في هناك قتلى والى اخره. فاتوقع انه كان ممكن انه تضع الايد على الجرح من زمان. وبجوز هاي المرات اللي بنتقدوا في الانجليز طريقه تصرفهم انه بيطولوا بالامور او بعطوها نحكي بروتوكولات كثيره. نعم الامور الحياه العامه عندهم الى اخره. فاتوقع بجوز اليوم لما يطلع القرار، وايضا قرار يعني انه تحميلها لرجال الامن، يعني هو فعليا القرار لا راح يقدم ولا راح ياخر في القضيه. صحيح. فاتوقع انه بجوز هذا القرار اللي طلع انك تحملها لرجال الامن تخفف او تحكي ما تعطي الموضوع، بطل موضوع الملعب له اهميه لما نعم. تصير انه بعد 30 سنه تحكي انه رجال الامن بتحملوا المسؤوليه او سهو رجال الامن. يعني صار انه مرات ممكن ياخذوها بعض المواقع الالكترونيه كخبر فكاهي، يعني انه قال بعد 30 سنه انه شرطي ساهي تسبب. صحيح. في شو اسمه دمار هذا الملعب. اكيد احنا ما بنتمنى نشوف مثل هاي الكوارث الكرويه، لانه احنا كره القدم هي بالآخر بدنا روح رياضية، روح معنوية عالية، إشي الناس تنبسط فيه وتعبر فيه عن يعني عن حماسها وعن حبها لهاي الرياضة. بالتأكيد هاي كرة القدم فاكهة الحياة بسموها. أكيد. إذن ختامنا مثل ما عودناكم مع مقتطفات من العالم بإكسترا العالم. موهبة
موهبة خارقة ودقة مميزة في التسديد. أجمل هدف ممكن أن يسجل في مرماك راح يكون عن طريق أفضل مدافع عندك. حارس مرمى، قفز عن الحواجز وبطل في الركض السريع، هذا كله بيجتمع في هذا المشجع. هدف عالمي سجل في الدوري البرازيلي لكرة القدم، وأكيد راح نشوفه بينافس في جائزة بوشكاش لهذا العام. إذن بعد إكسترا العالم للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا، بس قبل ما نختم رح نستعرض النتائج النهائية لسؤال شارك. سؤالنا كان بيقول: من يتحمل خسارة الوحدات أمام الحد اليوم؟ اللاعبين 25%، المدرب 59%، والإدارة 16%. يعني حسيبة لسه برضو الجماهير بتصوت وتؤكد على أنه المسؤولية الأكبر بتحملها المدرب. بس برضو في نسب مرتفع لباقي الخيارات، المدرب زي ما قلت لك بتحمل المسؤولية الأكبر لأنه ما استجاب للتطورات اللي صارت. نعم. فأتوقع أنه يجب يكون في هناك تحرك من الإدارة قبل مباراة يوم إن شاء الله. نتمنى نشوف تعديلات ونتمنى نشوف نتائج أفضل. أنا بدي أشكر حضورك معنا لليلة، أهلا وسهلا فيك. وأنا بدي أشكرك كمان مرة ثانية، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب.